أما إذا كان في الكلام أو إذا كان في أسلوب الصحابي ما يشعر باطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فمرفوع إجماعا. دوك كان فيها خلاف، فلو إذن الآن هنا بقى إيه ميزة الأسلوب الثالث؟ أن هذا من كلام الصحابي أضافه إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهناك ما يشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع عليه كده. حد كده واضح ده الصورة دي اتفقنا على انها ايه، ما في خلاف فيها اطلاقا، لان الرسول يسمع، الرسول يسمع او الرسول يرى او الرسول يشاهد، فلا شك ان مثل هذه العبارة ها تبقى تعتبر ايه اجماعا. انا برضو مش اقول هي تأخذ حكم الرفع اجماعا. عندنا بقى مثال يحتاج إلى نوع من الوقفة شوية. ضربوا مثال لإيه بقى؟ للصورة الثالثة، مثال للصورة إيه اللي هي إيه، مضاف إلى عهد رسول الله واطلع عليه الرسول عليه الصلاة يا سماعا يا رؤية. عندنا حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. تاني، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يبقى ده أضافه إلى إيه؟ إلى زمن الرسول، إلى عهد الرسول، لكن ليس في العبارة ما يشعر أن الرسول إيه؟ سمع ولا رأى. ليس هذا هو بيت القصيد، إنما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، ثم وعمر وعثمان، ويسمع هذا هو بيت ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. إذن هذا النص جمع خاصيتين، إضافته إلى مين؟ إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، في تصريح بأن الرسول سمع هذا القول. هذا يبقى إيه؟ يأخذ حكم الرفع إجماعا بلا خلاف. لكن في الحديث ده مشكلتين، خلاص اتفقنا لها مشكلتين. المشكلة الأولانية إن ليس هو هنا قال السيوطي والحديث في الصحيح بدون التصريح المذكور، والحديث اللي احنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال رواه الطبراني في الكبير، والحديث في الصحيح بدون التصريح إنه المذكور. هنا أكثر من إشكال. أولا هذا النص كنا نقول ليس في رواية البخاري، مش في رواية الصحيح، اللي هو إيه كنا إيه نقول ورسول الله حي أفضل هذه الأمة. الشيخ السيوطي نسبه إلى من؟ لا، قال والحديث في الصحيح، ما عندكم كده والحديث فين؟ لكن ليس هذا هو لفظ الإمام البخاري، إنما هذا بحروفه نص الإمام أبي داود السجستاني. أدي حاجة، احنا دايما في التخريج بنراعي الألفاظ، قضية العشوائية في التخريج ونسبة الألفاظ إلى الآئمة ليست على إطلاقها، إنما هذه العبارة أو هذا النص ليس موجود فين؟ إنما هو ده نص مين؟ نص الصحيح، نص سنن أبي داود. أدي حاجة، هنا الطبراني زود عبارة ويسمع ذلك رسول الله فلا ينكره. إذن عبارة، شوفوا دقة علماء الحديث، نحن لا نحكم على الحديث بالشروة أو بالكبشة، نحن لا نحكم على الحديث بمجموعه، إنما بنحكم على الحديث بالكلمة. يعني لو كانت كلمة دخلت الحديث نحكم على تلك الكلمة لوحدها وليس بالإيه، فأنا عادي عندنا ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره،
ليست هذه رواية أبي داود وليست رواية البخاري، إنما هي رواية مين؟ انفرد بها الزيادة دي الطبراني في الكبير. لكن ما هو النص الموجود عند البخاري في هذا السياق؟ النص اللي موجود عند البخاري، شوفوا بقى الكلام الدقيق اللي عند البخاري، النص اللي معانا ده عن ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة إلى آخر. نص الإمام البخاري له نصان، له نصان مكررين، يعني لأن انتوا عارفين البخاري يغلب عليه طابع الإيه، أو توجد فيه ظاهرة التكرار. فالنص الأولان عند الإمام البخاري من رواية ابن عمر قال: كنا نخير بين الناس. شوفوا العبارة بقى: كنا نخير بين الناس. العبارة بتاعت أبي داود إيه؟ كنا نقول. رواية البخاري: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم، يبقى أضافوا هنا إلى إيه؟ كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. الأسلوب مختلف ولا ما مختلف؟ لكن المعنى إيه؟ المعنى واحد. هذه رواية الإمام البخاري: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن رضي الله عنه. هنا النص ده افتقد حاجة ليست موجودة في سنن أبي داود. لا، ويسمع، أيوة، سماع رسول الله اللي هو من أجله جيء المثل، يعني ويسمع ذلك رسول الله، ليست موجودة فين؟ ليست موجودة في البخاري. إنما الموجود في البخاري النص بالتخير ثم الإضافة إلى مين؟ إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله أو النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر إلى آخر. في رواية تانية بقى: كنا في زمن النبي، كنا في زمن لا نعدل بأبي بكر أحدا، لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي لا نفاضل بينهم. في مشكلة بنسأل فيها كثيرا، وإخواننا الشيعة داخلين معانا يقولوا: ليه فين سيدنا علي هنا رضي الله عنهم جميعا؟ الإشكال الأولاني إن إذا بقى عبارة ويسمع ذلك رسول الله فلا ينكره لا توجد إلا عند مين؟ إلا عند الطبراني، ليست موجودة عند البخاري. إذن الآن في رواية الطبراني أو رواية ثلاث حاجات: الإضافة إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام من هؤلاء الصحابة. أما رواية البخاري كان مجرد تخير، ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم إيه؟ ثم عثمان. لكن ليس في رواية ويسمع ذلك رسول الله، ليست موجودة في الصحيح، إنما موجودة عند الطبراني. جات لنا مشكلة أخرى. عبارة في البخاري اللي انتوا سمعتوها الآن: ثم نترك أصحاب النبي لا نفاضل بينهم، ثم نترك أصحاب النبي لا نفاضل بينهم. طب أين علي؟ أين علي؟ وأنتم تعلمون أن الأئمة وأهل السنة والجماعة متفقون على أن أفضل الصحابة أبا بكر ثم عمر عثمان ثم علي كده. هذه إشكال تاني. الحقيقة أجاب العلماء عن هذا الإشكال بعدة آراء. إيه إشكال إيه؟ عدم ذكر علي في النص الموجود في البخاري وبالذات، وينسحب عليه ما هو موجود في الطبراني أو ما هو موجود عند أبي داود وغيره من كتب السنة. أين ذكر علي رضي الله عنه؟ قال بعض العلماء خاصة الإمام الخطابي رحمه الله، قال: مقصود ابن عمر في هذا النص ذكر الصحابة الكبار المسنين، الشيوخ الكبار الذين كان يؤخذ رأيهم عند المشاورة،
أما علي رضي الله عنه فقد كان في هذا العهد صغير السن بالنظر إلى مين؟ إلى أبي بكر وعمر وعثمان. فمراد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يذكر من الصحابة من هم كبار الإيه؟ الذين يعول على رأيهم عند المشورة، ولا يقصد بحال من الأحوال ازدراء أو احتقار أو التنقيص من سيدنا علي رضي الله عنه. خلاص، ما يقصدش هذا أبدا، إنما يقصد إيه؟ ها؟ يقصد ذكر الصحابة الذين كان يلجأ إليهم رسول الله في أخذ آرائهم، لأن التجارب حنكتهم نظرا لكبر السن ونظرا لأنهم أصحاب تجربة كأبي بكر وعمر وعثمان. أما سيدنا علي رضي الله عنه فكان في الوقت ده إيه؟ بالنسبة لهم صغير السن بالنظر إليه. هذا كلام الإمام الخطابي. والخطابي الحقيقة احنا بنعتبره أول عالم شرح صحيح البخاري، يعني أول واحد أقدم على شرح صحيح البخاري هو الإمام الخطابي المتوفى سنة 385 هجري. هذا العالم الرأي اللي قاله ده لم يعجب ابن حجر، ما عجبش ابن حجر، وده يدلك على أن ملك على أن ملكة النقد متقدة عند مين؟ عند العلماء، فهم ليسوا إمعة وليسوا ولا ينقادون وراء بعضهم إثر البعض الآخر بدون عقل أو بدون فهم. ابن حجر لم يعجبه هذا الكلام. كلام إيه؟ فقال السن لا أثر له في المفاضلة. السن ملوش أثر فين؟ ملوش علاقة بالتفاضل خالص. فلم يسترح إلى ما قاله الإمام الخطابي. ورب صغير السن، أليس ابن عمر نفسه، أليس ابن عمر نفسه رضي الله عنهم جميعا في مجلس الرسول حين قال كما في البخاري: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. هذا حديث في البخاري تحت، يعني العالم يختبر أذهان الطلاب. يعني احنا لما نحط أسئلة للطلبة في الامتحان لم نأتي ببدع من القول، احنا عندنا الرسول كان بيسأل مين؟ الصحابة. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، كل صحابي من اللي جالسين في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام بيفكر في أي شجرة كان بيمر عليها هي الشجرة دي تشبه المسلم فيه، وما استطاع أحد أن يهتدي إلى مراد رسول الله من هذا المثل. خلا عبد الله بن عمر رغم أنه كان صغير السن وكان أصغر الحاضرين وكان عاشر عشرة أصغرهم سنا، قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. قالوا: يا رسول الله حدثنا ما هي. قال: هي النخلة. فلما أفضى عبد الله بهذا الحديث النفسي إلى والده، أنا قبل ما أنطق الرسول بأنها النخلة كنت على يقين بأنها النخلة، حتى عمر قال له: ليتك قلتها يا بني، لو أنك قلتها لكانت خيرا لي من حمر النعم. الله، إذن رغم صغر سنه فقد كانت له فضيلة خاصة عن غيره. فده اللي خلى ابن حجر يقول إيه؟ السن لا أثر له فين؟ في التفضيل. فاستبعد ابن حجر هذا الاتجاه. في رأي تاني يقول: كنا نترك كما قلنا، ثم نترك، العبارة أنا قلتها الآن، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ده إشارة من ابن عمر، لأن العبارة دي بقى بين قبول ومنع. ابن عبد البر رفضها لأنه يرى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه داخل في التفاضل أو داخل في المفاضلة، مع أنها رواية صحيحة. فالشيخ ابن عبد البر رفض وقال: هذه رواية المقطع مش الحديث كله، المقطع ده له: ثم نترك أصحاب رسول الله لا نفاضل إيه بينهم. ابن عبد البر قال: لا، أنا غير مستريح للعبارة دي، هي رواية شاذة بزعم إيه؟ عدم التصريح بعلي في التفاضل. لا،
هذه رواية شاذة ويعني تفرد بها نافع. فابن حجر قال له لا، هي لم يتفرد، ولو تفرد بها نافع ده جبل، ده أمة، إنما تابعه فلان وفلان. لكن الصحابة كانوا يجتهدون في التفضيل، كل واحد بيدلي بدلوة في مين الأفضل من التاني، فظهر لهم فضائل الصحابة الثلاثة دول، وهم ينظرون في إيه؟ ينظرون في فضائل الصحابة، فتبين للصحابة فضيلة الثلاثة دول فضائل ظاهرة فجزموا بها، ولم يكونوا قد اطلعوا على ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي، في مثل قول ابن مسعود: كنا نتحدث أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا حديث رجاله كما يقول العلماء موثقون، وهو حديث صحيح. فابن مسعود قال هذه العبارة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن حجر رأيه إن الصحابة كانوا بيجتهدوا في التفاضل ما بين الصحابة، فظهر لهم فضائل الصحابة هم الثلاثة ظهورا بينا فجزموا بها، ولم يطلعوا أو لم يطلع بعضهم على ما خص به رسول الله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك ابن حجر قال العلماء اتفقوا على ضرورة تأويل كلام ابن عمر اللي هو: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. احنا قلنا ابن عبد البر رأيه ايه؟ التشكيك في تلك العبارة. هو له منهج، حتى لما جه في يعني في طلاق المرأة وهي حائض، شوف العبارة دي صحيحة في البخاري: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، اعترض عليها بأنها دية تفرد بها أحد الرواة وهي شاذة مخالفة، وهو يرى أنها غير منساقة مع نصوص الروايات التي تدل على فضل مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. وده الشيخ ابن عبد البر برضو لما جه في حديث طلاق المرأة في زمن الحيض قال عبارة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر، أبو الزبير بيقول إيه؟ ده رواية في مسلم: كنا لا نعتد بها. شوف الرواية بقى عشان نقارن بين موقف ابن عبد البر من نقد الروايات. يبقى أنا عندي الرواية اللي عند مسلم هي عن أبي الزبير عن مين؟ عن جابر في طلاق المرأة في زمن الحيض، قال أي جابر: كنا لا نعتد بها أو لا يعتد بها. ده يفهم منها دي أحد الأدلة اللي بتدل على إن طلاق المرأة في زمن الحيض ما يحسبش، لأن يقول لا نعتد بها يعني إيه؟ لا تحسب. فرغم هذه الرواية في مسلم إلا أن جنى ابن عبد البر بيقول أنكر، شوف العبارة الشديدة، أنكر ما رواه أبو الزبير عن جابر رواية لا يعتد بها، رغم أنها موجودة فين؟ في صحيح مسلم، وهي أحد الأدلة التي استدل بها ابن تيمية وابن القيم والصنعاني في آخر الآراء له على إن طلاق المرأة في زمن الحيض ما يحسبش. إذن ابن عبد البر ضعف هذه الرواية رغم وجودها فين؟ في مسلم، وضعف هذه الرواية رغم وجودها وقال شاذة. واحنا عندنا لا يلزم من الشذوذ ايه؟ الضعف، لا، يبقى فيه راجح ومرجوح او راجح وارجح منه، لان دايما رواية الشاذ بتبقى ايه؟ ثقة. رواية الشاذ راويه ثقة، وما دام ثقة لا تضعف روايته، انما هو من قبيل ايه؟ الارجح والراجح، او الراجح والمرجوح، او الصحيح والاصح منه. تفهمون هذا الكلام؟ اذن فان كان في القصة تصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم فمرفوع إجماعاً.